ينسفوا عليهم قاع ما لا تعرفوا الدنيا منين قيس. هاي قصيدة نزار قباني. ورقاج طرح باله لهذه الصور البلاغية، يعرف عن الشعر لا بل منين دار ولا نوتو، الشعر قريب ولا يحتاج لرقاج يقبل قاموس وينبطح ويخبط قصيدة عصمة لانا من التكلف لياك يديرها في الوافر. والله هو ما كان قادر وقاع، هو قصيدة يقولها لا بقاعد تعود في المحيط الهادي، والله في الكاريبي، والله في البحر الأبيض المتوسط، لأن الشعر ما دام عفوي يلا ينكتب وتوف، لأنه تعبير عن وجدان الإنسان. بينما أهل الخيام كان مهم عندهم يعطوا أهمية أكثر للبحور ويعطوا أهمية أكثر للتكلف بدل النهار. صوتك القادم من خلف الغيوم سكب النار على الجرح القديم، مد لي أرجوحة من نغم ورماني نجمة شرع عريش الحدية. شوفوا البساطة في الألفاظ وبساطة هذا القاموس، هذا الشعر هو لا يكون. مع أن هذا كامل عند الخيام في الواقع يقير الرومانسية صفر. شبه صوتها بالدلويحة، مدري دلويحة وزرقني على عريش الأغراء. بينما عند أهل الخيام لا يقبل لك واحد من أطراطيق اللي ما ترى شنو، عاقب ذاك لين تقلقوا حصير ولين تقول له هذا ما هو شعر ولا هو بعض واحدة، يقول لك أنت لا حاسد نوح، إحنا بلد المليون شاعر ولا شاعر وكذا وكذا. المهم إن إحنا يلا نقلبه من التضخيم ومن الأطراطيق والخروط اللي واحدين فيه. المهم مرحبا وسهلا بكم كاملين، جمعة مباركة والليلة ليلة الجمعة، الله إن شاء الله يرحم موتانا وموتاكم وموتى جميع المسلمين. اللهم ارحم ما بين المشرق والمغرب من قبر أمة محمد وتجاوز عن أمة محمد. رحم الله ذاك الخلق اللي غادرنا كامل، هم السابقون ونحن اللاحقون، آباء وأمهات وخالات وجيران باط وأصدقاء. وتوفوا رقاش عاقل ما تقروا هاي الفانية به اللي هو اللي ما مشى عنك ليه تمشي عنه. وهذا بعد إن قال اللي أنظمة الفضائح اللي عشتهم حرام ومأكلهم حرام وملبسهم حرام ودواهم حرام وسفرهم حرام، واللي فانتشوا فيه كامل حرام ولا نموزيه، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. المهم أول شيء قلنا هنا بدو بيه هون ولا يلا قاعد نسهو عنه، هو الشباب اللي عانوا في المعتقلات. محمد هو العبيد الله عادلوا أكثر من 10 أيام ليلة 12 و13 في الحبس، مجرد تعبيره عن رأيه في خرب الشيء مباشرة على فيسبوك. والشباب الاخرين 34 شباب ركيز اللي هم في السجون، واليوم كابينة قصر البول، قصر البول في نواكشوط يقال عنده كباين تابعين له في كل ولاية، عنده كابينة في القوارب وعنده كابينة في طار وكابينة في كيف، ويقولوا لهم كلهم كابينة في نواذيبو كلهم كاتبين عليها قصر العدل في روسو وقصر العدل في المواذيب، والدنيا عادة لا قصور كاملة لا كيف أخبار المدارس وكيف أخبار الجسور اللي ما خارج منهم شيء ولا ينشاه بالعين مجرد. حتى زاد ما اللي هما هذا من قصر القصر، هو ما في قصر واحد، هو القصر الكبير اللي ماسينهم أنه قصر نواكشوط ما هو قصر. لا كيف ذوك أخوي مات التراب اللي يبنوا التركة على حاشية البحر، والله وقت السحاب جاي مليان بالبول أكرمكم الله، ولا يدخلوا رقاج ما انقصب وينقال له قصر البول بامتياز. وحتى البول ما فهم رقاج قاعد يتحمل مسؤوليته، بوليس يقول ان ابو القضاة والقضاة يقول ان ابو المحامين والمحامين يقول عن ابو الناس قاعد جايه فم الدور شهاده تبريز، وشن المآسي غالي. حتى زاد عنده كباين تابعين له، عنده كابينه في القوارب شفتها اليوم رفضت حريه مؤقته للشباب اللي محبوسين فمهم اللي هم ظلما وعدوانا، اعلنهم عبروا عن احباطهم وعن المآسي اللي تمارس على اهاليهم. وتو بالتالي كابينة القوارب هم اللي لاكي في الكباين الاخرات. هذا يعكس لكم مسألة راهي قالها نقيب المحامين في تسجيل راني قاعد نشرت لكم هون فيديو عن هذا كامل اللي يقولوا له، وهي نفس الكذيبة اللي كرروا من زمن ولد الطائر. لين تجبر منافق يقول لك القضاء مستقل والفصل بين السلطات وقناية حافظينها كاملين عند مونتسكيو، وعاقب ذاك الملي في العشرية نفس الشيء، وذلك مازال يكرروها نفس الكبة ذركات إياها مع تزفطاتي، وهم قاع ما في شيء لا يستقل ولا ما يستقل. ذي الكباين كاملة اللي في الولايات تابعين لقصر البول في نواكشوط، وقصر البول في نواكشوط والنيابة العامة وقطب التحقيق قالوا هم الخروطي، هذا تابعين الحفظه الله والبيض المحنط اللي ما يتقن العربية ولا يتقن الفرنسية، وذاك النهار عدل لهم شنينة برقالة في مؤتمر صحفي ما عرفوا من هالشيء، مرة يقول لهم اكزونيوري لكنتم ما سمعتوه والصحافة، وهذا كامل تابع له، هو تابع تزفطاتي. معناه ان القضاء قاع ما خلق من عند الراس، وهذا ما هو طاري.
هذا النوع من التياطر كان يعدلوا لعبد العزيز، هم لا تالبينه، هم سبحان الله اللي خالقه مولي ثاني من انت الشايه الى ضرك، لكن الواحد يقبل بطيات صاحبه يقال ما يقبل منه عبره، يعني ينكرد بكراعه هو ويرجع به نفس المسطره ونفس الوايل الاخرى يا صاحبي. العبد العزيز نذكر ذيك الساعه حابس شم خالق مولانا ما يوفو، وتعود معدله معاه مسرحيه وما سيبوا انه معيض للصحافه ويسولوه، اللي يسولوه يقول لهم ذاك الملف انا ما يعني ذاك عند القضاء، احنا عندنا قضاء مستقل وتوفو لقاه يقبل مستقل القضاء، هذا يقوله العبد العزيز العشري. ونفس ذاك هذا الرجل الثاني العشري هذه كبت ولا عبد العزيز ذاك يقول لهم نفس كلامه، هو يقول لهم انا ما يعني له قضاء مستقل وكذا، نفس الكلام الخامر اللي كان يكرر، واللي هو اسمه الحرمة الله يكساعة معدل البزنس مناكحاتي مع المحامي جاي. سبحان الله يا اخي سبحان الله، يذل من يشاء ويعز من يشاء، الله ان شاء الله راجي مولانا لا ذلكم ولا ذل القالعين. صوروا لي حد شاف قبيلات اياها والمحا لابس دريري عم الجزيره ولا صابي عدى الحات ويقعد قاعد ما عنده دراعي، والمال الحرام نازل فيه فاضمه، الواحد يتم يحرك المليارات به اللي هذا حقوق الناس، هذه حقوق الاعمى والزحاف وذاك اللي في الطب وذاك اللي على التلال وذاك اللي يتدمج بر الاخبار يندارجي، وبالتالي يوم واحد منهم واخذ ويعطي الشهره يبقى لك ذويب يبقى قمي ما هو صالح الشيء سوى شنو. وسبحان الله عيش واحدين ما هم فاهمين، يقول لك هذا كان وزير وكان كذا ولا عنده دار، يا اخي صابر ما تعود عنده دار، الحلال هو اللي زاكي، المال الحرام نازل فيه مك سيد، هذا مال الحقوق ما لا يعود عنده دار به اللي لا يتم حرك الملايين وذفر بما انه حرام وجاي من رزق القلابه، عند منين اللي يعطي فتره مولاه ما وضوق ما جبر وظيفه وظايف وكل وس يتبخر من فوق راسه يبقى ذوي. سبحان الله كانوا يسخروا في العشريه من اهل الفيسبوك ويقولوا عنهم سفهاء وذا ما هو مهم، والعبد العزيز عقب افتح كونت على الفيسبوك سابقي كرصوا عليه قوساته وتليرو قعود مدون ومن فمات اياها لف قول وهما رواية، وحتى القضاء اللي كان يعيط بيها راني درت لكم قبيل عاش ذاكره من فرنسا اللي معدلين هما كوبي كل دستورها، وساركوزي ذاك هو طارس العياط يقول لهم انه عنده حصانه ولا تنقلع عنه ما هو، نفس كلام زعيمهم هم الا عادوا على شرخمه، وهم ما قدروا يطبقوا كلام عربهم هم الفرنسيين اللي دايرين في دستورهم كوبيونهم كلين على طريقه ميسي كوبي كلي صاحب المنطقه الحره راك في نواليب واللي سرق كتاب نصرانيك الساعه، عاد يقولوا له لا ميسي كوبي كلي، ولا قدوا يقبلوا قوانين الصناد رباط ولا قدوا يعدوا روايه تحفظ لهم وجوههم. هو شنو الصراع بنديات تو هذا قلت لكم 2019 قلت لكم نلقاه يفصل بين عبد العزيز القزواني مكسور ايامه منافق معلوم النفاق، معاركهم هو بيناتهم ايش من مبررات الشعب الموريتاني ما لاحقوا منه شيء. المهم على هذا اللي هو لا جزء من فضح القضاء الخروطي اللي يتكلموا عنه وركاتية. المهم واللي معها والعبد العزيز عاد مدون سابق كارسو عليها اصحابه وعاد عنده فيسبوك ومن ذاك يعد عليه خربشات ويحاول يطبب راسه عليه، واللي معها اللي كان هو وزير اعلام تجمخت في العشريه وكان هو وزير الميكروفون عاد مدي ضركات اياها الزاه من عند المولانا اجبار مدون يعدل معاه مقابله، كان قبيل مقعشه معدلها يعقوب معدل معاه مقابله، وحد شافه يعرف انه ذويب ويعرف عنه ذوك هواها يشوف الحقاره في عينيه ويشوف انه انسان راجعين عليها اعمال سبحان الله. وهذا لا ينعت لكم من اللي يخلي كامل سبحان الله ما زلت تقدر تشوفوا غزواني مدون الا صبروا تصفطات يضرك واحد في تويتر عند النوها مازال دور يفتح هو حساب بعدين ويتم يعدل الخربشات ويقبل لكم ذيك بنجو لا تعرفوا كلمه من ينقاس والقضاء كان مستقيل ولا معدلين هذا وكذا ويعقبوا يحبسوا ويعقبوا مليا، هي نفس الروايه سبحان الله. هذا رقاش خرص تاريخ موريتاني من انت شايه هي ليلة ما قط وعدل انقلاب على رئيس ولا قط نحبس واحد ما حابسه اقرب الناس له وكان هو بيت سره وكان هو اللي شاك في الناس كامله يكون هذا المخلوق ما هو شاك عن الباب القد هو جاي منه لا الامان والطمأنينه ما قد خلصوا ما فيه واحد قط قشتر من فم ما مقشر واحد هو اللي معدل ومستثمر فيه ودار عند يديه وكرعيه انه كل جهه قد جهه منها خطر يكون هذا النادم انين يعقب ذاك يحبسوا نحبس المختار وداداه رحمه الله علينا وعليه افتشيت ونحبس هذا ذكاء تاريخ سبحان الله مترابط حتى زاد تصفطاتي مازال له يعود مدون اطرحوا بالكم لكن لا تعقبوا تشوفوا مريم من تداه تلود يا كانها تجبر المنصه بدر العبد العزيز اللي له اسابيع يتلحمس يلود يا كانوا يجبر مدون وعقب اجبر المنصه عدلت معاه مقابله بنفس الطريقه اللي عدل بها الداه يعقوب الليله مقابله مع وزير الاعلام تجمخت ذيك الساعه ما معاه لقاء ويظل يتمولح
عليك الطويب الذي يوقف عليها ذاك اسبوع يندي ويوقف عليها قرطاطي ياتي ولداهي وتم يوقف على ذي المعرفه يقول على المعرفه ابوي تمول احدهم وليك الساعه اللي مسول عن الطائره اللي جول بيها تصفطاتي والعبد العزيز قال لهم يا مكريه قد تعود لها مكريه حد ما اللي يبقي تفاصيلها لا يجينا والعبد العزيز لا ترخوه بايديكم هذا كامل عقب عليه ذويب الليله يتكلم مستضعف ومدون اللي هو كان يحارب المدونين ويقول له وزاره الاعلام وين هو الاعلام هذا واضح عن اليوم مدون واحد حساب على فيسبوك والله صفحه اكثر فائده من بيتيق والعمير الوكاله الموريتانيه للانباء اللي تصرف فيه المليارات تندار في الديار وتندار في ليبال واكثر فائده من ارجيه وموريتاني اللي عاد عنده متعاونين ما هو قادر يرسميهم ولا هو قادر يزيد خليصات الموظفين اللي عنده وفي نفس الوقت ينفقها على قنوات خاصه لياك يروج من خلالهم شمل النفاق وشمل الخزو واكثر فائده حساب كضوا على فيسبوك من بنيطره ولا ابو المعالي اللي ينتفقوا عليها المليارات ورق ضاعفوا لهم ميزانياتهم هم اللي هي ولا يخاف فيها مرض النفاق والتضليل التضليل الشعب بفوته هو اللي تنصرف وتنتكل وهو ما جاور الناس وإذا كان أكثر منه حساب كضوا على الفيسبوك المهم من هذا كامل سبحان الله ومن تداه هذيك الساعة هو وزير وهي تتمطق في زره عندها منظمة هم اللي هيك ساعة رانا في نذرنا صور كامل المهم من هذا كامل سبحان الله عن هذا كامل دور مزالي لا هذا اللي خلق لهم دور مزالي يخضع على غزواني وذوك اللي عاقب غزواني سبب بس يب على موريتانيا ما يتطور فيها مو النفاق ذول ينافقوا الغزواني ذاك هم كانوا ينافقوا عبد العزيز يامس وذول الوزراء وذاك هذا نفس وزراء عبد العزيز وهو من راسه هو نفس صنيعته عبد العزيز ما يتطور موريتانيا مو النفاق وعيتنا جبار وحدين يقول لك واحد هذا مثقف وهذا كاتب وهذا شاعر موريتانيا ما خلاها مو المثقفين والكتاب والشعراء وخالقه مقوله طيب عبد الله ديدي فيها ياسر من العبار عن المثقف موريتاني عنه ياسر منهم اللاكي بودوات بودوات هذا اللي جوق فيهم الناس وقال لك الكوزين ليال من بودوات وهذا كذا ومار اللسخ والقذاره بودوات يخلقوا فلكتو بودوات يخلقوا بين صفحات الكتب يعود عندك صندوق مليان من الكتب وعياو يعود فيهم صحف وكتب الفقه تفتح الواحد يطاير منه بودوات عن هو خلقوا بين المتون وخلقوا بين الكتب السماوية وبين الكتب الثقافة وكل شيء يا غير ما لا يخلقوا يكبر واحد ويظهروا سبيقاته يقوم متعني بالكابينة يتم قيس الكابينة وتوه يقضي دورة حياته يزقنا من فم قار الكابينة ويكبروا سبيقاته يطوال ويكان تنات ويتخنزل هو يعود اللي أفاله وقال التمالح ويتم فمينين يموت ذيك الكابينة هذا زاد في ياسر المثقفين والكتاب ويقول لك واحد كاتب خلاص هو في البداية كان فعلا عنده كراطين وكان يكتب شوي من المقالات وكان عنده شوي ضمير يسطر يا قير ملي في النهاية لا دورة حياة بودو قفل الكتب وقام قايس كباين نظام الفضائح وتوفوا جبار وظيفة مكلف مهمة ما يعرفه والله مستشارهم القربة والله شوي ما مهم ولا ما أتي تسمع عنه شيء وتوفوا تم ذيك الكابينة فمنين يموت ومن ذاك يأخذوا له فيديوهات يقرأ من القرآن واضح أنه جاي من الأمعاء عن القراءة جاية من الأمعاء ما هي جاية من الحنجرة شفت هون تسجيل يامس والله والنامس على الفيسبوك يقول واحد أنه مسجله من المكلف مهمة ما يعرفه والسيدي عبد الله معاذ ويقول عنه سبحان الله هي قراءة واحدين فهم منافقين حد قال إن القراءة زينة والله إنه منافق ما هو عالم به هو يقرأ القرآن هو لكن لا حمار يصحى حد شاف القراءة يعرف عنها قراءة ذابلة ما هي جاية من الوجدان ولا هي جاية من أعماق الروح يعرف عنها قراءة فيسبوكية من نوع صورني وأنا ساهي الموريتانيين بدعوا في كل شيء لكن يعود عندهم صورني وأنا أقرأ القرآن الرتب يا غير سبحان الله هرواية معدلة باقتناع ورواية جاية من الوجدان ما تقدر تتخلط هي ورواية ثانية متكلفة ورواية ثانية معدلة لأجل استهلاك على السوشيال ميديا القراءة الحقيقية خلصوا لي قراية راجل فقنا عليه قراية راجل موريتاني قديم قراية زينة وخاصة قاعد لاب موريتاني ما يحامل السوديسي ولا يحامل هذا وقباده زين لأنه شيء من أعماقه الأذان نفس الشيء تجبر أذان في دول الكفر أذان ما هو معقول يفلح الروح وزين عندنا نحن ينهق لك واحد الرابعة في الليل نين يطير منك زقب المباركة وده هو لك ما في طمأنينة الدين اللي يمارس منه يمارس شكلي يمارس بطريقة آلية ما فهمت إياها بعد روحي تحسه عن هذا حتى موريتان عادوا يدايقوا فيها إما على المساعدات أول عامل أول رسالة والله ثنتين نائب الإمام داق الإمام موس لا جين كاتوتوف ده النوع ماكم لا هي تسمعوه في نقطة
من الكرة الأرضية. إمام ومؤذن متضايقين وناطح والله داق قموس على مدة مساعدة، هذا ما يخلق موهوم ثاني. بعبارة ثانية عن المؤذن ما جايب ولا ذان، المؤذن جايبته كعكة والله جاي درش يدخل. وعن المؤذن الإمام نفس الشيء. وبالتالي هم شي مكبيات لابسين عباءة الدين وتو يعقب واحد منهم يهر له خرموس والله ينطحوا. وتو هذا دول تقعدوا مذكرينهم عناوين في مواقع الأخبار الموريتانية قبل سنوات. إمام داق المؤذن موس متضايقين على شي من التمر لا يعود والله شي من الزيت اعطيته دوله المسلمين يستنفعوا به يضايقوا عليه جايين كاتل مسيد واحد داخل لهم في جلد الامام واحد داخل لهم جلد المؤذن الان سبحان الله زاد النوع من القراءه قراءه القران التمثيل ما قد يصح روايه جايه من اعماق انسان وحق عنده ما قد يتم التقمصها المهم عن كيف بعض شفتوا عنهم في النهاية عقب يسكت بوظيفة مكلف مهمة وسوف يعود هو بود لا سجاني والنفاق هو الوحيد اللي تطور في موريتانيا. الشعر الهندي اللي راي دائما ندير لكم ذاك فيديو يضحكوا واحدين منكم ذاك من آدم أستاذ ذاك مو عامي ذاك أستاذ وتلاميذه ياسرين ويعرفوا يقولوا عنه كان أستاذ محترم قد رأيت واحدين منهم خارج واحد في أمريكا كان يقريه هو ذاك قد تصل بي في الخاص قال اشتهى الراجل أستاذ مقتدر كان قال لي قريني في الثانوي وانا قال لي والله لين خرس حالته تميت لين فاجئ اني قال لي ذا هو يقول شو من الشعر الهندي وما عنده علاقه بالهند ولا عنده علاقه بذا يا قال ذاك الاستاذ شاف عن العلم فلس وعن التعليم يحاربوا نظام الفضائح ولا ما مخلينه ينهض لان الشعب واعي شعب متعلم ما قد يتم استحماره بالتالي قام ودخلته بقوه اقتحم سوق التملق قال اوكي انتم الصقاع جايبينها هنا تياها تقبضوا الايات وتدق تقولونهم واحد يقول لك اطعم من جوع نجيب لكم انا قاع الشعر الهند قاع نجيب لكم انا الهوك نجيب شو الهند كي جحدر ونجيب قصايد ما فهم حد لا يكذبني باللي ما فهم رقا يعرف الشعر الهندي وتوق عدلوا فودان ومكنوه من صار طوله ميكروفون وتوق قال له تريه بريه وقال لك استاذ ثانوي اياك تعرفوا عن رقا جنين يفوت يتملق يسوى دكتور ويسوى مهندس مخزي توف يلا ينقال له عنه مخزي ما فين وفرق هو واحد ثاني ما يخط اسمه ولا قط قرقع ما قط شقفته على ان هذا النوع من الامور القاسي تم يطلب مولانا يحسن خاتمته الراس للمسلمين والقارئ لي بالعبره بالخواتم فيهم اللي مساله ثانيه شفتوا اللي محمد تكلم عنها قبيل في حوار مع دهيعقوب قال له السياسه سولوا في اخبار المعارضه هو خبيث قال وانا قاعد نتكلم لك اللعبة انا محامي قاعد خلق فني رايح مو ثاني طلعوا له راسهم شفتوا محمد لما اذا قال ما قطع حفظني عنه محامي نعرفه لا وزير مايكروفون ما اللي هو عنده ساعة ذا التضرير يقول له لعبد العزيز ويطرح يدي على ظهره ذا النوع يين وفات الوزارة ونقزوا لعبد العزيز وزال عقله وقلعها مولانا ودارها ذي تبين اذا والي قاع هو عنده كليانه وعنده ما اللي هو مكتب للمحاماة قال له كل محامي محمد لمين ودار هو صور على الفيسبوك لابس دربالك احلى ترواكار وفيها صقعة من هنا تجاه كيف تقايرت قطعات عندنا هم يقول المحامي بحرت حتى زاد واللي هو اسمه هذا والمحام كان وزير المايكروفون وفاشل ويعرف لا الجف والفياف ذا النوع تم التراكات يعني عاد قاعد يتكلم منهم لا يقولوا انا محامي انت ما قط قبلت كيز ما عندك اي تاريخ بالمحاماة الا قلبت الدنيا يقول لا خرجات عادوا يقتحموا الوظائف بنفس الطريقه اللي يقتحموا بها السياسه قال له احنا حد لا يعدل السياسه يعدلها بالاحزاب الافراد ما يعدل السياسه شو هذا النوع من الخبث هذا ما سوى انه وجهه نظر قانونيه قايل هو الداهي عقوب قبيلتي يقال بس يطنحنا نسايروك في هذه الصعين طرية يعني نعتو لكنك انت حتى انك إذا قست المحاماة وخليت عنك المايكروفون ندور نقبضوك بالشور يعني نعتو لك صبيطك من قري يمارسوا الافراد ويمارسوا الاحزاب وين هو الحزب اللي ركات اياها في موريتاني يدافع عن قضايا الشعب الموريتاني حاله هذا الخلق اللي يمارس السياسة قلت انت عدلوا السياسة وين هو ذا الحزب اللي دافع عن قضايا الناس اركاتيا في موريتانيا؟ ايش وصى منهم؟ اذا كانوا مسعود، اذا كانوا احمد داده، اذا كانوا نادي النخله، اذا كانوا شي من احزاب كراطيب، اذا كانوا شراويط. ثانيا في مساله ثانيه لين فوتين انت تتكلم بالقانون. لماذا موريتانيا هي البلد الوحيد اللي السياسيين فيه، والله الناس اللي تقول روسها انها سياسيين ما يمارسوا وظائف ثانيه. يمارسوا لا سياسه.
وهذا ما هو خالق فيجيب ليده من الأعلى. ولماذا الأحزاب ما يعدل تحقيق ولا معروف تمويلها من منين يجي؟ ما خالق دولة في العالم، الأحزاب مؤسسات، بالتالي يلا تمويلهم يعود صافي معروف من منين يجي. وهو ما فهم حزب وفي موريتانيا تمويله تعرف الأنظمة هو منين جاي ولا يشقبهم قاع. والكاش ما قطط أحد النوع من الإشكاليات، والجمعيات هم اللي نفس الشيء، الجمعيات إلى عاد يعدلوا شيء زين وإلى عاد يساعدوا من الناحية القانونية هم اللي يلا تمويلات يعود معروف من منين جاي، ويلا هم اللي هم يعودوا يدفعوا الضرائب، ويلا يعودوا منتسبين هم يعرفوا ذي الحزب كم عنده، ذي الحزب ميزانيته كم. إذا قاع من باب الشفافية للناس اللي منتسبة لهذا الحزب. يا قال قاع ما في حزب، ما في أحزاب بمعنى الأحزاب. ذمات إياها شيء معدل وظيفة للتسول من المهدي إلى اللحم. تعال شوفوا المقرب. ليس نادي النخلة، نسخة نادي النخلة في المقرب لين ندبزوا ذاك النهار وخاض المشهد. صاحبهم شوف فتح عيادته لأنه طبيب. السياسة ما هي وظيفة في العالم كامل. تجبر واحد سياسي طبيب، سياسي عنده بزنس يعدله، سياسي عنده، لأن السياسة في العالم الناس ما تعدل عيادتك أكبر من هالفضة. بينما موني تاني الناس تعدل السياسة كوظيفة لياك يقبلون منها الفضة، هذا ما هو خالق في بليدة ثانية. التكتل أحمد ولداداه قاعد على التكتل من عند منين خلقت الأرض. بالمناسبة هو سابق نرجع للتكتل، نرجع جزئي هنا اختار نوضحها. شفت طارق خالق نوع من التكليبيتي ضركات إياها. واحدين كانوا في العشرية وعاقب ذاك عادوا مع تصفطاتي، وذاك عاد يعدلوا مارشاريير، يقال يعدلوا مارشاريير ماشيين بالشور شاكين ما يفطن لهم. تعرف ذاك النوع من مارشاريير المصروف اللي لقاش يدير مارشاريير ويمسك سيارة شوية لين تشوفه جيم فريني، يقدر تشوفه فيد فريني تعرف انه كان ماشي. حتى زاد واحدة منهم مرقوا قاع نواف شوطارك وقاسوا دول ثانية، وعاد الواحد يعدل لك لايف ويقول لك الماء والوظائف والناس، وقال انت منين كنت؟ انت منين كنت؟ كما انا اقول لك انت تلحس تتمطق ولا يؤخذ ما يؤخذ تصفطاتي ما وحالتي المهونة تجاه داخل تحت بار، انت منين كنت؟ حتى زاد هذه الخلطة أطرحوا لهم بالكم ضركاتية، شفت ضركاتيها متفجرة منهم، وشفت واحدين ثانيين عادي يقول لك هذو مناضلين، يقول لك هذو حبس، وهذا ما اللي مساسة على مردة قال لواحد منهم ولا يعمل عقله إلا في برلمان موريتان. برلمان موريتان ياسر منه شو من المحنطين وشو من الجهالة، ما يعرفوا اللغات حتى العربية قاع ما يعرفوها. ويوخذ تقرير كيف رواية عدلها نهار وذر مالك الحزين، يوخذ تقرير 2000 ويتم يواكب يتكلم عنه وراك 2020، لأنه هو التقرير لا يخاط ويترجم ولين يفوت توصل هو ترجمته حد أنه يجمع عليه ريشه ويوقف في الكاش ويقول لهم خليك من أمريه ما وكذا وشوت وثيقة وكذا وكذا. الوثيقة بردت وكانتها ترى حد أنه هو علم بيه بيجهد. الوثيقة بحدها حامي والحديد يبتطل لا حامي، هو خاط على خنافره ومستقبله ومشرقه ومقافيه ومسوحله ماشي من هريح. نهار يتكلم يقول لك موقع أقلام مخر عن موريتاني تم تهريبه 63 مليار، هذا ماله بين 1990 و 2010 ذيك الساعة نزلت انت فركوس. ذا علم بيه هو اللي أدركات إياها 2021 ويقفوا يكتبوا على قزارة عنده فيسبوك. يا إخوان هذا مالي مو برلمان، هذا مالي مو برلمان، هذه كارثة ثانية. البرلمان يالله يعود إنسان واعي ويالله يعود مثقف ويالله يعود يتكلم أكثر من لغة ويالله تقارير، وخاصة موريتانيا بلد عايشة رخمة، تقارير توخذ والصفقات يأخذ بالفرنسية. يلا على الأقل يعود يعرف الفرنسية ويتم منين يأخذ تقرير يتكلم عنه وزير حامي، ما يتم بارك فما تياها حال العين ومقمض الأخرى إني فوت أخذ ترجمة يعود قاع ما هي دقيقة مضللة ينتره هو يطوبص عليها ويقبض منها حاش ويقف في البرلمان بكل وثاقة ويجمع عليه ريش ويقول لهم بين سنة كذا وسنة كذا غير ما هو كذا وكذا وكذا فات بريت وفاز مدار وفرق. الموقع اللي مخه ملي اللي واحد انت في ظهرك، هذا الموقع ملي لا كيفك انت، هذا الموقع منين كان قبل 10 سنوات ما حد هذا حامي. معناه ان فيه كارثه ركات اياها فمات اياها موريتان. المهم عن ما فمات اياها مناضل يقولوا لك ركات مناضل نحبس نحبس يعني تعود يا بويا نحبس ديك الساعه من اجل الشعب. يلا تنحبس ظهرك بيد الشعب الموريتاني ذا اللي ناقع فيه ظركات اياها من انت في الريحه. الرجاش كان مهم عنده الشعب في فترة من الفترات، يلا يعود صوته ضركات إياها يشق البريق، ويلا يعود لا طارس العياط ولا يرجع له لسان به اللي الشعب اللي ناقع فيه ضرك من انتفى الريحة واللي ناقع فيه ضركات إياها من القمع ومرصون ومزومد
يلا عود لا طرس العياب يا قال لي تعود كنت تعيطيك ساعة دول مصالح أكثر خاصة محبس أخو بي ما يطرسوا قاع وهذا هو الواسا راك وحدين ما يقولوا لهم مردة مسر بالهم ولا فهموهم ولا داروها في إطارها وعاد مالي المدونين فيهم وحدين مالي هم ما يقرا ولا يكتبوا ويعتمدوا مالي هم على شي من المرادين قالوا لهم عندك يا اخبار بريكات البرلمان يا اخا تقرير بالفرنسيه ولا بالانجليزيه تنمل زين وما يشموا له ريحه يلي هو تترجموا يزقنا في الكره الارضيه وبعده بخمس سنوات كي ذاك العبد الغزواني للصيد القزلان القزلان ذاك من العشري هو علم بيه لا سنه 2000 وقال لهم هذا ما يتواسى هذيك الساعه هو راقد يجمع لي قوه ويقول لهم كذاش مليار خال كذا حتى زاد المدونين يجي محدين الواحد لا يتم حال عينه مقمض الاخرى لا يهديك في الصيف واقف تحت قرب يتملى حال عينه مقمض وحده وماقطك راع ومرقب له خا من هذاك تطلع ليه قطره من ديك الشنه منين هما اللي قالوا ياسر من المراد من بليده ثاني يلبس هما اللي هو دراعه ويخبط وقاته قد ذرنا يقول له ما هو كذا وكذا ولا هو كذا وكذا هما اللي هو ذاك يا اخبار دريكات البرلمان وذاك عنده تاريخ نضالي ما فهم حد عنده تاريخ نضالي النضال واعر والحق لا يتجزا الحق لا واحد موريتاني تاريخها مترابط لان كيف قلت لكم في المره الماضيه والمختار ولداده رحمه الله علينا وعليه عدل 20 سنه حكم 20 سنه وعدل حزب واحد ولا فتح تعددي كيف العدل سينغور في سينيغال سينيغال ما تخلق فيها انقلاب ذاك جمعه هو في نفس الفتره يا غير ذاك خلى الاحزاب تخلق احزاب متعدده ويخلق تنافس وتعدديه حقيقيه وبالتالي سينيغال ما قد تخلق فيها انقلاب المختار رحمه الله علينا وعليه عدل حزب واحد ولا فما احزاب ثاني وقعد 20 سنه ولا خلى فرصه للتداول السلمي على السلطه لين قشتلوا الصنادره 78 هذا حق التاريخ ما يرحم 20 سنه خلقه هو اللي كان معاه جاوا الصنادره وعطاو زمن وحدين منهم عطاو شهر وواحدين عطاو سنه وواحدين عطاو شويينين بعد عقب جا محمد خونا والهيدا له عطى 4 سنوات ولا ما لا نفس الشيء ما خلق شيء من الشعارات ساعة تطبيق الشريعه لا الشريعه كانت تطبق لا بالضعفاء وتوف تجبر حرطاني والله معلم والله زناقي قابل الرواية والله شيء تنقطع ايده على تعدل الرواية ياسر من لا شو من الامور الشكل يتوف ما اللي والله علينا نوضحه اللي تشوف واحد ينظر يقول لك فترة هيدالة وخلق فيه تطبيق السلع ما خلق فيه تطبيق فترة هيدالة كانوا فيها وحدين نافذين ذيك الساعة ويقطعوا هما كاعين الناس ويقطعوا ايديهم ويبطوهم ويهرتوا عليهم ويقلعوا حيوانهم نفس الشيء جوراه للطائع اخبط 20 سنة 20 سنة مولي وعنده حزيب واحد مين عاد مولي في التسعينات ما هو اللي طالع ما كان فيها ديمقراطية إيه مولي مردنا يردهم بالحسانية على الناس اللي ارتدوا عليهم الملاد إياك يقراهم من هالشي مولي انتلاو يردوش على الأقل يردوش في معقنا قلت ما كان فيها تعددية في التسعينات خلقت فيها اسم دول إفريقية تحت ضغط البنك الدولي وذيك الساعة قالوا لهم شي نوع بالمساحة انت تقد تحكم يا قال افسخ عنك دي تاني صنادرة والبس لك كوستيم والبس دراعة والبس لباس محلي وعود الفوق الفوق قدام الناس انك انت خافي غير تحت نحن عارفين انك لا نفس الصندري ونفس الكبة اللي كانوا انا مش من المساحيق اللي نبتوا هذا ضال فيه الغرب هاي رواية معروفة هي تعددية شكلية وتقول لان الديمقراطية لا بد لها من نضج والشعوب ما الافريقية والشعب الموريتاني خاصة في التسعينات شعب قطعان من المواشي والديمقراطية حكم الشعب الراسه ولين يعود ينعطى الخيار ذيك الساعة للشعب ما فيه ما فيه ما فيه تزوير ولا فيه رواية الشعب لا ينقر شنو شعب الوعي لا بد من الوعي شقي والديمقراطية لا بد لها من الوعي يسبقها انت عود بدون وعي بلا فايدة المهم انه عاد افتح رواية في التسعينات وبدوا احزاب وخلقوا طوابل لا بيسات مولي لا كذا نقول لك واحدين ما عندهم وظائف ولا عاد كان عندهم وظائف وفاو منها وقبضوا الحزب كوظيفة وهذا مو خالد موريتاني الوالد احمد ولداد ده من التسعينات الى ذاك ما عنده وظيفة ما انه رئيس تكتل وانا ماني شايف عليه عيال وحدين يقولوا لك فما احزاب رؤساءها ما يحركوا رؤساء ما عندهم وظيفه اخرى هو احمد دادا الى قضى عن رئاسه التكتل شو عدل لا يتم يدخل المجلس بصفه وشنو بس من حاله يتم يتكلم على الانظمه هو ما عنده وظيفه ثانيه وعنده لا البيستولين قال له التكتل معناه انه ما يقد ياخذ المشهد معناه انه ما يقد يتصالح مع حزبه هو يوم اللي فهم روايه اخرى موريتان الحزب رقاش في العالم الأحزاب للناس كاملة للمنتسبين الحزب موريتانيا هذا حزب كيل بيس كارت غريزو على سميانة ذا بيس يعني حد ما موافقوا ذا المعدل أنا فيه ينقز عني تماشي لو دلو البيس الأخر
كارت غريز على السنيال ما يقدر كاع الشارع اللي فيه وهذا ولي عاد روفن اخلي قياس انت خامليز عاد فما حزاب عندها خلفيات جهويه لا لا ما ينقال ما ويش طاير معروف ان التكتل الين يمرق الترارزة ما عنده منتسبين وهذا المسؤول عنه الاول والاخير عن الحزب في البدايه اعطاوه صبغه جهويه قبليه لين عاد الناس اللي فيه قاع منتسبين وطايرون فوقهم بين الواحد يعطي فتره شاك ان الحزب اللي نشوفه من الداخل ديال خيمه ذي حاضره ذي منطقه محدده على انك انت جاي هون وقف على مارش بي ذي بيسنا نحن البلايص اللي ممكن ما تقدر تلحقهم وقف لك على مارش بي وين يسكو سيربيس تطيح والله الا شفت روايه اخرى قيسها وهذا هو الحقيقه جاوا الاسلاميين جاوا من البهارات هم اللي جاوا التحقوا بهذا النوع من صلاحيه الخروطي التحقوا بها متقاعسين لان هم اللي هما تكارم عاود الطايع وتكارم اللي معاول عبد العزيز وعاد جبرهم اللي شمل البهارات الفوق الفوق ظاهرهم انها مدة عندها الدين يقرأ الباطن وفيه العذاب يضحكوا بها للعوام تواصل اكتسح موريتانيا كاملة اكتسحها بزريق واكتسحها ببرقال ايام الامتحانات وذا كامل ونعرف ياسر من الناس اللي فيه اللي عدل العمل الخيري وجاد عليه نعرفهم في الزويرات نعرفهم في تشقجل نعرفهم في كيفه في الطينطان في العيون في القوارب في كل بلاد موريتانيا يقير بينهم البين السماء والتراب هم وبنضيات رؤساء الحزيب في نواكشو رؤساء نادي النخلة وهذه حقيقة ما ينكرها ولا قاج ما يعرف تواصل حد يعرف تواصل يعرف ان فيه الشباب مقتنع بالواحد فيه وخاصة في الداخل يقير متر ميكينة حزيب النخلة في نواكشوط هي ميكينة خاملة أنبالي وتدخن ويخلط فيها ويل ويخلط فيها كل شيء وواحد فيها لا بزنس المناكحات وذا كامل يقال على حساب شباب طيب مازالوا لابسين الطهارة قال ما يحق وعقب خلق فيه خليط غريب بين اهل الشرق واهل القبلة في تواصل ولا نعطي منه مثال هون يكثر بالضحك صوروا لي فترة نادي النخلة ذيك الساعة رئيسه محمد جميل المنصور جميل المنصور بحوره ما ينعام ويمشي بك على اتجاهات كاملة كي لمست يمشي على زروت وفرت يلي يتلى له حامل خريج الكباين الإسرائيلية محمد غلام يلي يتلى محمد صبروا لي محمد غلام لا يستقبل بالناس تلى حامل شو هو خلق فيه انصهار غريب بين جهات موريتانيا وخاصة أساسا بين أهل الشرق وأهل القبلة قال لهم أنا كنت نتكلم عن الكونغرس يا غير حد لا ما فهمت أنتم حد الدور يعرف كنت أنا نقول أنا كنت نتكلم عن تيفيري أنت راجل من الشرق هماك تمشي ماشي بوتيريميت ما عندك له شيء حد يعرف موريتانيا سمع يعرف عنه يوكل الشراب يعرف عنه لا يحامر جميل منصور ما قد حامر جميل منصور ذي اللي عدل وذي اللي يقول مخليه الوابه في الدبش ومتسلسل في الكلام ومتسلسل في المواقف اللي ما يقدر قاي يشكل انها درسه وانت رايح من الشرق على راسك زبلت بقرة من الواقع اللي انت دردز زي الحزب ما نقفاهم تالي ما تقدر تحامرهم وبالتالي ليه يسمع حتى تصريحات حزب النخلة ذيك الساعة زمن القيادة عندها القبلة وزمن الواقع عندها الشرق يقتلوا ضح يحكم شواكل وقضح هما واحدين من الشرق هم يقولوا شو من الكلام يروقوا هم بيه استقبير يا غير هو ما حصل فيه استقبير ولا شرقوا ملي ولا قفا وتسوحي القاع يجي بالتالي عاد لا شيء من خلطيته المهم عن هذا هو واقع الأحزاب هذا هو واقع السياسة الموريتانية سياسة شيء من الأحزاب تمويلاته ما يعرف حد شنين والخلق اللي واحد فيه هو اللي داخل به المشهد قال له ملي الأحزاب بسيط ذا الحوار اللي عبد الله الخلطي صوروا لي بيران ملي راني شفت وحدين ما هم فاهمين ملي قضية بيران نظام الفضائح يخليه يحضر الاجتماعات يلا يحضروها للأحزاب هو ما عنده حزب نايب لابارتايد ما عنده حزب عنده إرامة مرخصة وعنده حزب الرقم ما هو مرخص معناه أنه بعد في الحالات كاملة الرواية كاملة تشاور والله تناطح والله ندوية مخصصة للأحزاب ما يلا يعود فيها نايب لابارتايد طيتوه خلاصاته ويصفق القزواني ويديه الليل والنهار ويقول لهم إنين جاء قزواني كتبوا بيرام الداه عبيد زعيم وحركة إيرا وكان يخلي هارو ذا يشكر دروسه وقاعد في الحوار ذا قاعد في الحوار باصلك شنو انت عندك منظمة وحزب ما مرخصين شوفوا هذا هو يرجعنا لقضية القضاء ويرجعنا لقضية خزو أنظمة الفضائح وانهم يناقضوا دروسهم ورجعنا الكذيب والمحام اللي كان يقول قبيل الداه يعقوب وهذا نفس الشيء اللي كان يعدل زمنه هو وزير مايكروفون ولا عبد العزيز يقول لهم احنا فاتحين حريات والناس واسده مو حق حد ركعت يا من راح نرى في لجان الموريتان ناين مارس السياسة يا كان يرخص لنا حزب من راح كان الكفانة ذوك الصبح إلى قال لهم لا يعدلوا الحزب يا كانكم لا يترص هذا تعطوهم ترخيص
من طرفهم حركات وياسر من الشباب اللي عندهم اللي هم احزاب اللي وضعهم القانوني كيف وضع بيرة. لماذا ما تعيطوا لهم للتشاور؟ لماذا ما ترخصهم؟ ما هم لا يعدلوها بهم اللي يقدر يقولوا متناقضوا توف بيرة جاي فماتيها بما انه ملاولو هما مزبلتو ويصفق لهم كرعيه ليل ونهار وبالتالي لا يجيبوه. عندك حزب ما هو عندك مرخص ما مرخص ما انا مسوين عنه. شباب الاخر اللي وضعيته القانونيه وضعك تاع عندهم احزاب ما هي مرخصه ويدوروا ترخيص عندهم منظمات ما انا قاعد معيطين لهم بهم اللي لا يقولوا ما هو زين عندنا بهم اللي يمثلوا الشباب ويتعايطوا ويتكلموا عن الشعب ويتكلموا عن المعتقلين. انت احنا ما ندوروهم احنا ندوروا لا هذا الخلق اللي معانا يسوى الصقاع عنده احزاب وسوى ما عنده. وهذا يرجعنا للكلام اللي معهم اللي كلموا بصبعه قبيلات حتى هم اللي مفرواسي هم اللي عدوا روايش وين هو كان يقول لهم العبد العزيز لا ترخوه بيديكم وتريشاها عليه ولا الشيخ ذاك اللي راك سفير بالكويت وعاد يقول لهم مصيكم يا عبد العزيز تمسكوا به وكان لا يقول لهم تمسكوا به قال لهم تمنسوا به وعقب رجع له وقال لهم لا ترخوه بيديكم قبضوا ولا الشيخ وعينوه سفير بالكويت وخلاه هو يتريني في ماتيا في نواكشوط وما تلقاه عنده صب يظهر به عاد عنده لا دراعة من الجزيرة وتركي مخطط وتو كيو ذنين قوير وقبيلات ياها معد داه يعقوب وهو بعد قاع يلا داه يعقوب وقويل يمشي له صب يتمنين عود له عدل المقابلة يظهر بها. هم غريبين هم الواقع لهم غريب واحد منهم لا يتم تال بيدي في المال الحرام ينين تخلق مشكلة والله النوع يوخر يعطي الشهرة يوخر لك اللي ذوي منيتف لأنه ما تات عنده سينك هذا شمل المال الحرام وتبخر طار. فيهم اللي رواية أخرى في تصفطات إيراك واحد فيها اللي يرفض الدين وشفت نهار يقول لهم عن موريتانيا تشتغل على تحقيق الكربون بحلول العام 2030 هو إيش عارف الكربون وهو إيش عارف الهيدروجين هذا لا شيء ينكتب له ويمشي هو يقرأ هو ما هو عارف قاع هو على راسه من تيكيت ولو فاهم وتوه يقوم يتالب هو وذاك ذاك 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 حمير البياض واللي هو اسمه والبلال وتوف إنين يجول المطار يقوم هو متعب لك معاه بوزيزوان موريتانيا يقوم هو يسير له في مشهد لا تايتانيك تقي وتوف ويلحس قارب ذا الحس قارب ذاك بوزيزوان ويتم قايس دول النصارى وتوف ويتم برد هذا ماتيا في الفنادق وهو يقبض القروض وهو لا اللي جبار لا هو ما ولاه عمات هو لا باتري وفي نفس الوقت مولي من متن تخيل سيسو عنه مولي يطلب النصارى انهم يعبدوا يوم انت اللي امتال بيديك في الدين وهذه سنتين ذا اللي قبضت فيها من الديون انت وباتريات اللي معاك هو معاه حكومة لا من باتري لكنهم اسيد ميلة ذا اللي عدلوا قاع من لوكيل ما قطوا عدل في تاريخ موريتانيا عادوا يوكلوا لا بديفيز هذه 100 مليون دولار هذا لا يقلع واحد منهم بوتون واحدة منه ويكب عليها وتوكب ويسفها يخليها ما يخالق وفي نفس الوقت يطلب النصارى عنهم يعفو لانكم يتجبروه في قمة وهو يطالب اعفاء الديون حد يدور اعفاء الديون يدير فيدي سلاسل ويديرها فيدي نصراق اللي معاه عن هذه الديون ترفضوا ل 20 سنه و30 سنه جايه على ظهور شعب فقير وخالي وانتم ما زلتوا لا ترفضوا في الدين وصوروا لي عن سنتين ذا وافيه دركاتيا ما عدى فيهم مشروع واحد ولا مشروع واحد وراه ماركم المنافقين ما مباخرين حاله يعدلوا انجاز وسوشن يا خير ما قاد يعدل انجاز بهم هما زين الاخلاق ما فيهم واحد قاد يحكم يدو ويعدل شويه سوى شنو هو يحسن به صوره تزفطاتي والله يعدل وبي رواية الا انت تهزل فرصان الرئاسه ما يخالف ولا في مرقاش وعن هذه كرشة مقلوع خلالها وتوب عاد الله كلها يجورف في التمويلات ما وعدل جسر ولا وعدت مدرسه وكل مره يفضحهم ولاد شوفوا ذاك النهار قبل اسابيع هي وكاله الاناضول كاتبه عن الرئيس الموريتاني في اتصال هاتفي مع رئيس الجزائر ويقول له زمن حرائق الغابات يكسع في الجزائر ويقول له احنا قاع مستعدين للمساعده هذا حد سمعه يشك عن هذا قاع حلوا بحاسيه وذاك النوع يعني انت ولا لا يوقف عليه صيان طريه والجزائريين اللي راحوا فيه وشوفوا يقعدوا يقولوا هذا راكم نادم عويل طايح على راسه هو نهار يتلف على رئيسنا لا يساعدنا ولا حريق عندهم هو باسكنوا الناس تطفيه بام جديد وفم شيء باني يضحك يقول لهم جاتنا السلطات الاداريه وجانا الوالي والدنيا كلها رافده مجلال يا قال ما شفتوا فيلوفهم ولا ستيرنا ولا ودن الدنيا رافده لا مجالد يطفوا بها والصنادره كلهم رافد زربايه يخبط بيه انت ما لا تساعد الجزائر باطفاء الحرائق والجزائر شاريه طياير من عند اسبانيا وعندها هي وسائل الحمايه المدنيه وانت ما عند نواكشوط الناس تشعل في قعر نواكشوط هنا كلها يرمد ما قد تجيب بومبيه تطفيه
وانتم تعرضوها كاتيه. نفس الشيء الفصول والمدارس اللي ما مخالقين والسنه فرقت، ومدارس موريتانيا راكم شفتوهم شمل المقابر، الحيوط الطايحين والطوابل، والتلاميذ قاعدين على التراب، وواحدين خالق قراي رايتو نهاري ذا راني بخاط له شي من يومياته، لو هو قراي ومدير له 20 سنة ولا يتم في بليده لن يقلعوه منها، وكان طالب تحويل مشاه وشر بليده، لو مالوا لا حيوط لا يطيحوا، عادي يجمع باباء التلاميذ وقال لهم هذا دركات يا عدلوا لنا محمل والله الوايه نديروا فيه التركبي اللي هذا الحيوط لا يطيحوا ولا هي فرقوا تركتكم، وعدلوا محمل وداروا فيه الطوابل وحولهم له. وبالمناسبه اتصل بي يامس وقال لي عن بعد منين وخالط خالوا الجزء الاول من مذكراته عنهم، شوفوا الحشماني عنهم جابوا سيمو وانهم تباركم على ذوك الحيوط لا يعدلوا. هذا الكاتب يقولوا له المحا، وهذا يقولوا له المعارضه. وين هي المعارضه؟ ماكم لا تجبروا قضايا الشعب ولا مشاكل التعليم ولا مشاكل الصفقات ولا مشاكل الماء ولا مشاكل الكره ولا البطاله ولا مشاكل الاختطاف والسجون، واخذين ما هو عن طريق المدونين. والمدونين هم اللي يقولوا لك وجه الموريتان وكذا، وراكم شفتوا وقاع انتم عاد لنا عاد الحد بث ويتكلم ينقبض وينحبس. على ان هذا بركات اياها كل روايه خلقت تظهر قريبهم نهار ورا نهار، ووقف عليهم مولانا ذاك المعلم الزبيط. حزيب الخراب الجمهوريه بير يتعهد ببناء مدارس شر غزه، شو ظل من دول. واحنا راكم شفتوا واقع المدارس عندنا نحن، غزه نسبه الاميه فيها صفر، انا ماني ضد مساعده غزه، يا غير ما في المدينه يحوج منا. ظل مندور، مندور نخلة تم تطوال تطوال لين تعود لين تعود عليها رقاش طالعها وتخلصه وتشك انه قلب، عود لا قد قرا. ويسرد كرناف ولا تلاوه اللي يستفادوا منها، ظل يعود في ظل في زريبة واحدة أخرى، وإلا طاح من هش يطيح في واحدة ثانيين ما هم قاع أحلامهم. وبالتالي هي هو معنى بليغ يقولوا له هالنخل ظل مندور، على أن مندور أهله ما مستفادين منه، هو نابت في ترابهم هو. يقال هو إذا طاح منه شي لا يطيح لوحدين ثاني، وإذا عاد عنده ظل لا يظلوا به وحدين ثانيين بينهم معاهم 4 زرايب ولا 5. وهذا هو الخالق الحويكي مات موريتاني. هم هم اللي عاطين قريب من 400 مليون عاطي حزيب الخراب لترميم حجرات دراسية في غزة، وهما في نواكشوط في سيزام وفي سينكيم وفي بوادي وفي العاصمة قاع من راسها، التلاميذ قاعدين على الدرس. والاساتذه حالهم يعلموا لا مولانا، والخليصات ضعيفين والمعلمين خليصاتهم ضعيفين، والكاش من متى خزوا عنه دركاتي كل واحد منهم يقبض قريب من 3000 دولار. دويك يعيط لا يحسن لغه ولا يحسن شيء سوى شنو هو، وعلى راسه تيكيت من التقارير وعلى راسه تيكيت من الصفقات، ولا مهم عنده ما هو مسيره تنظيم الفضائح، خلاصاتهم كلها قريب من 3000 دولار الشهر. بينما المعلمين والاساتذه اللي دورهم تهذيب المجتمع وتنوير العقول خليصاتهم ضعيفين ولا عندهم وسائل لتوصيل مهنتهم النبيلة وتدريس الأشياء، وفي نفس الوقت يتكلموا لك ويقول لك التعليم واقع له التعليم متدني صابر ويدنى، لأن التعليم يندار عليه وزراء ما عندهم بعلاقة، والكلام والمليارات والخلاصات وإذا كان ضعيفين وهم يجبروا لا الكلام، كل مرة ينقال لهم لا يعدل ولا يعدل شيء سوى شنو. على الاخبار اللقات والفيافي اذا لا كيف كان اللقا لا هي ملك اخبار الاحزاب وكذا كان، هذه مساله من انت شايف موريتاني. هذه كان اخبار اللقا تنحسم دائما في بدايه اي مشروع دوله، مع موريتانيا ما زالت لا مشروع دوله، موريتانيا ما فات على الدوله، وانا ما شعرا جدي من نقول عنها مشروع دوله، ونجيل التاسيس ما كلمه ما عندها معنى، كلمه جيل التاسيس ما عندها معنى، لان جيل التاسيس تنقال البلد مؤسس وتوف، خلونا نتكلموا بالعقل، احنا ما فينا رقاش مخزي بحد يدير خلطه، هذه ما اخبارها القبل وهي الشرق في حزب التواصل، ذا اللي اسسه موريتانيا شنو؟ ما هو اسس فيه شيء، وبالتالي موريتانيا مشروع دولي لدركاتية. اللغة كانت هم اللي هي يلا تعود لحسمت مسألتها في بداية هذا المشروع. يلا كان ينعرف ثم قلت له اللغة الرسمية العربية ولا الفرنسية ودمج اللغات الأخرى، وكان يلا يخلق وكان فهم رؤية حقيقية، كان يلا يتم تدريس لغاته الموريتانية، تدرس بولارية والولفية والصنوكية والحسانية، وبالتالي ما نحتاج وقاع للفرنسية، يعود رجال يقرا العربية يقراها لشؤون دينه وهو توف، وإلى عاد لا يتكلم موريتاني مع الثاني، راهي ضركة، تنقول لك واحد يقول لك تقرب العربية والله الناس الأخرى تعدل. لا تنسوا عن الولفي ما يفهم الصنوكي والصنوكي ما يفهم البولاري.
من المسألة ذي هي معلمكم خلوكم من ذيك العقدة والحسانية، خلوا قاع عن الحسانية. إذا تكلمنا لا عن الوظيفية والصنوكية والبولارية، هذا كلهم هم اللي هو شعب وحده وعنده لغته وحالته، ولا يتكلم من اللي لغته. أنت ما تقدر تفرض البولارية على الولفي والصنوكي، ما تقدر تفرض الصنوكية على الولفي وعلى الحرطاني والبيضاني، على أن هذا النوع كان يلا في طور النشأة الأولى في بداية مشروع الدولة كان يلا ينحسم هذا الجدال. وفي ذيك الساعة وتعود الأجيال اللي جاءت تركاتي يعني عودوا نتكلم لغاتنا، فرنا عدنا أنا معدل الله يحضرك حالا لا ينتم نتكلم بالولفية والبولارية والصنوكية، قال هذا مو خطأي، هذا خطأ، هذا تقولون أنتم مجيل التأسيس اللي ما أسس شيء. عاد الصفهم لا بد أن يرجعوا الفرنسية، الفرنسية واللي ما يعرفوها والفرنسية ما اللي نقولوا يرجع لها الفرنسية اللي مشبث بها فما تياها يا سلام له دال بيضان من دي حقيقة. لأن الواحد هنا يجبر وظيفة يعود عنده أقاليم يفتفرق زينه، أول شيء يعدلوا يقبل تركته يديرهم بيتي سانت ويتفخر انه تركته قاع ما يعرف العربي، يدير بيضان تقدر تعرفهم، تجبر واحد وزير والله ما يدير والله مكلف مهمة والله الوية ولا كان تركته يقرا مدارس السفارة وزو معدل انه دال عنده يديه كره والعربية قاع ما يعرفوها، هذا البيضان من راسهم. معنى ان الخطة اللي نتكلموا عن الفرنسية، احنا ما نتكلموا عن جزء من شعبنا، احنا ما عندنا دايرين الصبع على ان الفرنسية مهمة عند الكبار والله مهمة عند الحلاطين، الفرنسية في موريتانيا مهمة عند الناس اللي عندها الفضة، مهم بهم الجهل بيد موريتانيا، الناس واحد عنده الفضة وهو به الجهل ما قد يثقف راسه ولا قد يتعامل مع ياس من الاشكاليات في العالم. ترى يقبل تركته لعمل حل عين العرفاء ويمشيهم المدارس السفارة وتو وزين عنده يعودوا يتكلموا الفرنسية ويلاقى سويلهم بالبادية يعودوا ما يفهموهم. تم ولو يعودوا حافظين اللا محفوظة وكلهم يتم يقول لاخر كونتيمون بو فيلاج وذاك النوع. هذه رواية حقيقية. احنا لين نتكلموا عن الإنجليزية كخيار، ما لنا اللي احنا متعصبين الإنجليزية ما قاعد نقع فيها شيء. احنا الإنجليزية هي اللغة الأولى في فرنسا، فرنسا الوظائف اللي فيها حالا أكثر طلب على أساتذة الإنجليزية فرنسا من راسها، والمعاهد الفرنسية اللي عندها بحوث وعندها ياسر مش وكانت تشبث بالفرنسية عادوا يطبعوا بحوثهم بالإنجليزية. هون كبك هذه اللي لا يطير وتنزل وهامها قالبتها الإنجليزية هون. لي شاشر تركتهم هما من روسهم اللي قاع ما باتوا عارفوا الدنيا من انجايسة يتكلموا الانجليزية، يتكلموا من تلفزة بيلي اكثر الالعاب بالانجليزية واكثر فيديوهات تركة بالانجليزية ولا خارق الواي ما يتعاثر الا بالانجليزية، وبالتالي تركيا يسبقوا فيها وذي ذي ذي الواي ما عند حد فيه الشتوف. هذه لغة العالم على ان يلا تجمعوا على الشتوف. ثانيا حد يتكلم عن اخبار اللغة ضرق، هذا لا يعود نوع من الالهاء وتوف لك يا اخبار تبريريه، رجاج يجيب اخبار اللقظه كي دوري كان الناس تلتها عن الصفقات تلتها عن تصفطات تلتها عن البنديات. اللقظه ما هي مشكله التعليم موريتان؟ التعليم موريتان مشكلته الفقر، فقر المعلم وفقر الاستاذ وفقر المناهج انعدام البنى التحتيه. هذه الامور هي مشاكل التعليم مارك، ما هو اللغه، اللغه قاع قرب اي لغه بقيتوا انتم اتفقوا انكم تقرب كلام اهل الخليج كلام الطيور قربي يا اخي، تعود عندكم مناهج لا يتقربوا، تعود عندكم بنى تحتية، تعود عندكم أساتذة ومعلمين في ظروف حسنة تساعدهم على إعطاء اللي عندهم من معارف للتلاميذ. وفضل معناها أن هذا ركاتية هي هذا هو اللي يلا يعود يناقش ضرك، يلا يعود يناقش ضرك تحسين ظروف الكادر التربوي في الابتدائية والثانوية وفي الجامعة وبناء جامعات جديدة تستوعب. لماذا نسبة البكالوريا دائما متدنية؟ لأن هو ما يبقوا يحرجوا رؤوسهم، ما عندهم جامعات. هذا نفس الحيوط اللي من الثمانينات كل مره يقلبوا هم اسمهم وتوف، تالي ما عندهم ما يبقوا يوقعوا يحرجوا رؤوسهم ينجح ياسر من الناس، وبالتالي ما عنده جامعات قايسه. قال هذه ما هي سياسه، ابنوا جامعات استثمروا في الانسان استثمروا في مجال التعليم وفي النهايه الدور تعطي نتائج حسنه. قال هذا مو هو اللي عدلوا توف. المهم فيهم اللي مساله ثانيه شعار اخر عيد تشوف واحدين يتكلموا فيه ضرب وله نقبل نقطتين وتوف به للوقت تقاعس عليكم وله وهذا عود البث عاد لا يعود له ساعة لأن يعود أطول من ساعة ما عندكم كونكسيون لا تشوفون. المهم أنا أتذكروا عن رقاج يفرق بين العبد العزيز والقزواني منافق معلوم النفاق، وعن رقاج ضركات إياها يتكلم عن العشرية من التبريريين والله من أنصار نظام الفضائح اللي هو كبش الأنبياء ينبش عن موسى ذبيحته. بيجي أنتم تتكلموا عن نظرك العشرية مزالت متواصلة والقزواني منين جاي؟ قزواني هو الرجل الثاني في عشرية الاستحمار صح، هو اللي مقعد وفر وصاحب الداخلية نفس الشيء، هذا واحد من قواصات عبد العزيز حالا انه السيدي هذا
والعبد العزيز هو العدل جنرال، هو اللي عدلوا فريق من فريق المناهل، وبقيت اصحابه المقت، والعبد العزيز هو اللي دالوا جنرال، وهو اللي عدلوا لواء، وهو اللي عدلوا فريق. هذو كاملين جنرالات سراويط، هذا اصحابه هو وقوصاته هو 2008، وقبالهم كاملين، ودرت لكم التواريخ كلها، نهار دالوا فيه جنرال، نهار عدوا فيه فريق. معناه ان هذا هو نفس النظام. معناهكم لا تيجوا تقولوا لنا ضركات اياها، يقول لك واحد يسقط حكم العسكر، هذه اللي نسمعها. والله نشوف رقاش كاتبها يشفني. اياك نعود صريح معاكم. نشوف موريتاني كاتب يسقط حكم العسكر، انا يشفني. ولا نعرف يا كانوا يعي ما يكتب. انت اللي تقول يسقط حكم العسكر، انت اللي حاكمك منه، انت اللي كان حاكمك منه، واللي يتحكم ركات اياها في مصيرك وفي قوتك منه. ثانيا حكم العسكر ما يسقط بكلمة، حكم العسكر يسقط بالمؤسسات. وحكم العسكر في موريتانيا ما بات عادي قد يسقط، لان اللي حاكم ذلك لا العسكر، والعبد العزيز مو منتخب، واللي طالع مو منتخب، هذا كثير كنا نقوله ركات اياها كان، واللي الغزواني مو منتخب، هذا شيء من المسرحيات. موريتانيا ما قد خلقت فيها قطيعة، ونفس الحيتان اللي توكل موريتانيا ذلك، هذو ابناء الحيتان كانت توكل موريتانيا في الستينات وفي السبعينات والثمانينات والتسعينات، نفس الحيتان، واحدين يتوارثوا المناصب اللي كانت عند اباتهم وابوات توكي بالخطيب، واحدين من المهدي الى الاحد ما يكروا عود، لانهم ما هم اصلا في الدائره اللي هي. بالتالي موريتان لا بد لها من قطيعه، وهذه القطيعه ما يقدر يعدلها ما هو العسكر. رقاش قال يسقط حكم العسكر، يقولها لا رقاش ازرق ولا رقاش عويلي. العسكر موريتاني ما يلا يتصل معاها، ما هو لين تعود عاده دوله مؤسسات يرجعوهم لثكناتهم. هذا هو معنى بالنسبه لي انا، معنى يسقط حكم العسكر. إلين يفوت يخلق موريتانيا انقلاب، انقلاب ما هو من دائرة جنرالات شراويط، شبه أولاد موريتانيا اللي ما يوفوا في المؤسسة العسكرية، ودفلك على رأسهم تاريخ استقلال هذا الشعيب مسيكين اللي هذه الألفية الثالثة، وفي بلد غني مازال يطاح ويداوى في السنغال ويداوى في تونس، وفضيحة في العالم كامل. تقول موريتانيا تشوف الناس تقمص منك الأصبع، اللي يعرفونها دولة غنية ويتندر عليها كل من هب ودب. هذا ما معدلوا ما هو ذو بنضيات اللي من الستينات إلى ضركات إياها، نفس الوزراء ونفس السفراء ونفس الكبة ونفس الجنرالات. إنين يجي واحدين ما هم هما ويعدلوا دولة مؤسسات حقيقية، ويخلق حر، يفتحوا الحريات وتفتح تعددية حقيقية، ويرخصوا أحزاب الشباب، ويرخص للشباب منظماته، ويوفوا من ذاك التملق والخزو، فمات إياها يرجع العسكر لذكناتهم، وعاد عندنا مؤسسات واقفة عليهم الدولة. العسكر ما يقدر يمشي عن دولة ما ودولة فيها مؤسسات وتوف. يسقط حكم العسكر يسقط بالمؤسسات، ما يسقط بكلمة، ولا يسقط بمواصلة نفس المسرحية اللي انتم تعرفونها خاسرة. الانتخابات شقط الزات الموريتان، انتخابات من النهار اللي بدأ فيه اللي المسرحية في التسعينات، وهي المسرحيات متواصلة، من الانتخابات كانها قط زابت حد وضع مشاهدها، ما قط زابت رقاش؟ هلا صنادرة يجيبوا هم رؤوسهم، الله يجيب رقاش كيف رؤوسهم هم وتوف. وفذا تاني ما قد خليت قطيعة، لا هذا أنا نفس أختاري هون نقعد هون ولا نحرق. والله ما اللي نقدم صاحبي إذا ونقعده باللي هون ما أنا هو ما بيننا شيء، قال عيات تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن. يا أخي القطيعة ما خلقت. تاني كلمة يسقط حكم العسكر كلمة فيسدة، والغرب ذا يعرفوا انقلابات اللي خلق، ذا اللي خلق في السودان النهار ذا قاع واضح في السودان، ذا كيف حال ذا اللي خلق في السودان قاع، ما هو انقلاب ذا. صوروا لي موريتانيا الصبح وانتوا عاب ينقال لكم حالنا ولسيدي، والله 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 بقرت صحاب المقت، قفل على تزفطاتي وقفل على الوزراء وتوه ورائه علم راسه هون رئيس ولا عنده مجلس انتقالي وكذا. هذا ما يقبل ما رجع عويلي اللي ما عنده معنى، اللي انت من دارك هون. هذا اللي نفس الخلطه ما خلقت قطيعه، هذا النوع من التمثيليات هو اللي طول اعمار عملت الفضائح في موريتانيا. يقال انت وعاوا الصبح على انقلاب، وهم اسامي ضباط ما تعرفوهم، ولهم مالهم الواحد اللي يتخلص الاجياد كامل اولك ما عنده مرصى ولا عنده بوتيك ولا عنده تحويشه في تفرق زين كبيره، ولا عنده بزنس مناكحاتي مع وزير، ولا عنده علاقه بزين الاخلاق ولا رجل اعمال ولا برجوازيه المال الحرام. اقبل طبلك واقبل دبوسك واقبل نيفارتك واقبل ميكروفونك وقوم ارقص عليك راه واحد به. اللي هذا يمثل بادرا بوادر الامل اللي نبحثوا عنه، أن يجينا إنسان غير ملطخ من رحم المؤسسة العسكرية اللي هي الوحيدة الآن اللي تقدر تغير الواقع الظالم اللي قائم من ما قبل الاستقلال إلى ذلك. والله يقال يعني يقولوا لي حنا نول سيدي، والله مسقارو، والله كذا والله كذا، أنا قبضة تاج من أخذ من حذاء المرقوبي، ما عنده معنى.
هذا هو اللي خلق في السنوات الماضيه ولا خلق تغيير اللي مشاو للطائع. جانا علي بن محمد بن رحمه الله علينا وعليه 21 سنه مدير امن للطائع، قاموا لعبد العزيز هما اللي نفس الشيء، وش من جنرالات كان لها في الرئاسه فماتيا وجم اللي هو كان عند ظهر للطائع، وجمعه تصفطات يكسام حاليا لا مستاش قد حافر حمار. هم اللي هو 15 سنوات يقلبوا على التماجر ويلعب في اموال الجيش وانحجبت ميزانيه المؤسسه العسكريه، وعياله تعين ومحيطه يوكل لين عاد ذاك النهار وقبضوا هو ودار فيه اللي عنده من الثقه وطرحوه بلو قام ماشي عنه مازال ما صار. هذا حد قبل يعرف نوع ويلته ويعرف عن هذا ما يقدر يغير مؤسسات ما هي خارقه وقصر البول وكباينه. هذا يلا يبضى ويلا يبدلوا، لان احنا ما عندنا قضاء، لا عندنا محامي، لا عندنا شيء، عندنا واحد يتم وزير لين اللي يفوت يقطع مول التعيين ويحرك راسه بيتنقاز يفتح مكتب للمحاماة كيول امي كيول المحا قال لك هذا محامي عامي تاعت محامي هذا ينقال له فيها فيتو. المهم دي بعض الرواية اخترت الليلة نشد اخبارها معاكم وتوفوا لهنا توادعوا الله ان شاء الله يعطيكم العافية يعطيها المسلمين يرحم موتانا وموتاكم وراجين ان شاء الله عند مولانا ذيك السجون اللي يبنى نظام الفضائح يسبقهم فيها. الله ان شاء الله ارقاش يعذب مخلوق مولانا ما هو داير في شيء يكون عنه وقف يدور حقه، يعطيه قصر الايام ان شاء الله ويعطيه ما في علم الله من الخزو ومن الامراض ومن كل شيء. ولا تنساوا يا اولادنا انتم ذوك الصنادره ميليتير وبوليس والقرد وجندر عنكم انتم مولي لا شيء من المخالق وتوف ولا يضحك المضحوك فيه، كلكم ذل الناس اللي تحبسوا وتبطوا ذل اللي تبطوا انتم افقر منهم، انتم زايدين عليهم لعبة بيبي سات معطيين لكم، وهذا البيبي سات انتم يستقلوكم محدين ثانيين يقبضوا المليارات ويديروا على ظهوركم انتم اذن تعذيب هذا المخالق اللي لا يجوكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. وهذا الاخرين تمونكم في الدنيا ودروا يعذبوا في الاخر، يا قال انتم ما تمونكم في الدنيا ولا تمونكم في الاخر، انتم مراكتوا من بلا حمص تعذبوا مواطنين كيفكم انتم في السجون، وفي نفس الوقت مولي ثم ما حضرتوا شيء صوص. توفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.